صراحة إذا بدنا نبلش نحكي مع معود نخلص، للأسف أنا بحس إنه نحن عايشين بمنطقة منكوبة، منطقة ما فيها شيء صح. في كتير مواضيع واحد يتطرق لو يحكي عنها، في كتير مواضيع بحاجة إنها تتجسد من خلال أفلام، لأنه أكيد التجربة بتكون مختلفة لما تكون تسمع عن الموضوع على الأخبار أو من خلال أرقام وستاتستيك. بفتكر بيكون عندك تجربة مختلفة لما تشوف هالمشاكل عم تتجسد من خلال شخصية بتعرفها بتتعاطف معها، بتفهم قصتها، بتتعاطف مع هواجسها، مع مشاكلها، مع مشاعرها. السينما أنا بآمن إنه السينما ممكن تغير كتير أشياء، وبآمن برسالة السينما. من هون بتحس بالمسؤولية، بتحس إنه كل فيلم بالنسبة لي هو رسالة، كل فيلم هو مهمة إنك تجسد واقع معين، تحكي تضوي عن مشكلة معينة. في كتير مشاكل واحد يحكي عنها خاصة بالعالم العربي. وشو بدك من أهلك؟ ما بقى بدي إياهم يخلفوا. في كتير ناس ما تقبلت الفيلم، ما تقبلت المواضيع اللي بيطرق لها الفيلم، ما تقبلت انها تشوف هيدي المواضيع بطريقه هالقد فاجعه وهالقد صادمه. في كتير ناس بتقلك هذا الشيء مش موجود. للاسف الواقع ابشع بكتير من الاشياء اللي حكينا عنها بالفيلم واللي فرجيناها بالفيلم. يعني اوقات في اشياء مش لائق انك تفرجيها، في اشياء اصدم من هيك بكتير واعنف من هيك بكتير ما فرجيناها بالفيلم. فالناس اوقات مش ما بتتقبل تشوف الحقيقه، ما بتتقبل تواجه الحقيقه.